الآن ملي المغرب خدا مكانه طبيعي ورخصو يترأس الاتحاد الإفريقي، علاش لا؟ الأشقاء في تونس وفي مصر تيقول لك لا المغرب بدا تيحكم. إذا المغرب وخصو يحكم. تقول تتهموه بغيبه بدا يحكم، أنتم حكمتوا أكثر. أكثر واللي أخطر هو أن الآن بداوا بعض الفعاليات في تونس وفي مصر، فاروق جعفر راك سمعناه شنو كان تيقول، ولا ربما تيدير تنقية الذات، قال لهم سيدي كنا كنشيروا الماتشات وكيجي عندنا الحكم وتنقول لنا واش نعطيكم ضربة جزاء واش نخرج لكم هاد اللعاب وكل شيء. في تونس سليم شيبوب اللي كان قريب من الرئيس السابق بن علي من العائلة ديالو، كان كيسير حتى هو في كرة القدم لا في الاتحاد التونسي ولا في فريق كبير ديال الترجي، تيقول لهم كنا كنتعاملوا وكنشيروا الماتشات. انا ما كنعتقدش على ان المغرب يعني متسخ في كورته، وعلى ان المغرب باع وشرى في افريقيا، ولا المغرب هو الدليل على انه فاز مرة واحدة بلقب كأس افريقيا 1976.